من اهدافي اللي انا اعمل لكلمه شيفتي اعمل ليها قيمه يبقى ليها وضع ليها كيان. انا اسمي مصطفى سيف، 29 سنه. اول حاجه اشتغلت فيها كانت ليها علاقه بالمطبخ، كانت عربيه كبده. الفتره دي انا عرفت ان انا اقدر امسك سكينه واقدر اتعامل مع الانجريدين او اعرف اختار الانجريدين من السوق اللي انا اشتريه. المفروض ان انا كنت خراط اصلا، كنت شاطر جدا بس ما كنتش لاقي نفسي في المجال اللي انا ابقى خراط. اول ما دخلت الجيش حصل ظروف ان انا دخلت الميز بتاع الجيش، جربت اعمل اكل، لقيت نفسي ان انا شاطر بعرف اعمل اكل، عجبهم الاكل جدا، خلاص قالوا لي انت في المكان ده. فحسيت ان انا ما عندي موهبه في ان انا اخلي الانجريدين بكذا طعم. بعد ما خرجت من الجيش انا ليا خلف فرنسا كلمني قال لي مصطفى انا عايزك تسافر معايا، هو عنده مطعم في فرنسا وعايزنا نشتغل معاه. وبعد ما عملت الورق وخلاص طالع في المطار حصل موقف كده، ما اعرفش حاجه كتير حصلت كده غير متوقعه، والباسبور اتخرم. فكان بالنسبه لي كان شبه صدمه، يعني صدمه كبيره، مش كانتش سهله. عرفوا في المطعم اللي انا كنت نازل فيه اللي انا رجعت ما سافرتش، فاتصلوا بيا تاني قالوا لي مكانك لسه موجود، كنت في المكان ده سوشيف، مكانك لسه موجود ومحتاجينك تاني. اول مره اخش مسابقه هيس فروحت بقى على عمايه، واحد بقى لسه جاي بقى وشايل الشنطه بتاعته ورايح مش فاهم اي حاجه. رحت المقر بتاع يونيليفر، قابلت هناك شيف هشام ربيع، فطلبت منه قلت له انا اشتغل بريب اي ومحتاج حاجه تطري حته اللحمه وحاجه اعمل بها صوص كويس. فالشيف هشام ربيع ساعتها رشح لي حاجتين، حاجه بودر بيطري قطعيه اللحمه، واداني صوص دميجلاس قال لي دوت هيفيدك جدا في المسابقه. حاجه كانت مشرفه بالنسبه لي ان انا كنت اول مره اخش مسابقه هيس واطلع بمركز اول. احنا ما عندناش تقدير لكلمه شيف عن تجربه، اللي انا قبل كده رحت اتقدمت لبنت فكنت قاعد مع مامتها، فلما عرفت ان انا شيف بالنسبه لها كان يعني مش فاهمه يعني انت بتشتغل ايه. السعاده مش اللي انت تشتغل شغل العادي بتاعك والروتيني اللي انت تروح الشغل وتيجي من الشغل على البيت، مش دي السعاده خالص. السعاده لما انت تشتغل في موهبتك وتنمي موهبتك، هتبدع وهتطلع احسن ما عندك وهتبقى حد متميز قوي في شغله.